بعض المأكولات بتؤدي إلى زيادة الحموضة، أهمها الصلصة، الكاتشب، الحاجات المقلية، الشوكولاتة، الجبنة الرومي، بعض أنواع الجبنة ريكفورد، المياه الغازية الملونة اللي هي عليها لون، على عكس طبعا المياه الغازية البيضة لو العام ما عندوش قولون بالعكس بقى مفيدة لأنها مادة قلوية فبتعادل الحامض، لكن الألوان اللي بيحطوها عليها طبعا دي بتتعب المعدة جدا. الحاجات اللي هي طبعا نتجنب الضغط النفسي، ده اهم حاجه لان ده من اهم الحاجات اللي بتزود افراز حامض المعده وبتعطل لنا العلاج، يعني العيان بياخد علاجات كويسه جدا ولكن وجوده في ضغط نفسي بيبقى فيه مشكله يعني. الحاجه التانية اذا كان العيان عنده القولون العصبي زي ما قلنا، البقول الجافه مش عايزينها، ولا الثوم والبصل ولا الكرنب والقرنبيط. بشكل عام الاطعمه المحفوظه مش مستحبه. تقسيم الاكل لوجبات صغيره هيفيد جدا. لو العيان عنده حموضه او اتجاع في المريء يفضل ان هو ينام على مخده عاليه. الاحزمه الضيقه واللبس الضيق برضو بيزود الحموضه. الاكل بكميه كبيره في فتره قصيره، يعني هو جعان طول اليوم يقعد على الفطار ياكل كميات كبيره وبعدين يحلي بعديها بحلويات، فهو كده بيملى المعده وبيزود افراز الحامض، فبالتالي بيحصل المشاكل اللي بتحصل مع زياده كميه الاكل يعني.